وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل الصالح بقصر الاتحادية، أكد الرئيس موقف مصر الثابت بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكة الحديدية، وذلك بشقيها للركاب والبضائع وإنشاء خطوط جديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بحضور كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب الليبي، مشيرا سيادته إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى شقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا، ومؤكدا في هذا الإطار موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلا عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها. كما وجه سيادته أيضا بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات. ووجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مونورال العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى. كما عرضت الدكتورة سحر نصر الموقف التمويلي لمشروعات قطاع وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.